السلام عليكم، بتواصل حديث مع حضراتكم. وإحنا النهاردة في اليوم العاشر، الكتاكيت بتاعتنا بدأت تظهر عليها علامات يعني الإجهاد الحراري، يعني نهجان بسيط جدا. فبالتالي طفينا اللمبة حالا، كنت دلوقتي يعني طالع أبص على الكتاكيت ديت، فلقيت الكتاكيت بتنهج. وبصوا الباشا ده عمال يفتح بقه، فطفيت اللمبة ومتهيألي اللمبة دي خلاص بقى، يا إما هنصغرها يا نعملها لمبة بيضة يا هنخليها مرتفعة، أو الحل الرابع إن هي تشتغل بالليل. وطبعا نور ربنا دلوقتي شغال، فمفيش داعي هنعتمد على الإنارة الطبيعية. طبعا يا جماعة بدأنا نزود سقاية تالتة للخمسين. بصوا واحد اتنين تلاتة، وطبعا ما جابوش علافة هنا، حطوا طبق تاني هوت. وطبعا المسائي ديت محتاجة تخش جوه كده، يعني هندخلها جوه دلوقتي. خدت بال حضراتكم؟ وطفينا اللمبة والحمد لله. الكتكوت النهاردة ربع كيلو في اليوم العاشر، 250 جرام حيوي ومفيش فيه أي مشاكل. التغيرات اللي حصلت النهاردة إن إحنا هنضيف النهاردة، لأن الجو حر وفي كتكوت مات كده مش ظاهر عليه أي أعراض خالص. الكتكوت اهوت اللي لسه عامل حمام، معلش بصوا الحمام بتاعه يا جماعة طبيعي خالص، بصوا حمام طبيعي خالص يعني. فنزلنا النهاردة أسبرين أو ريفو أو حامض السلسلك أسيد، نزلت قرص على السقاية دهيت في اليوم العاشر، لأن الجو حر وفي كتكوت مات لا بيسهل ولا أي أعراض خالص، موت مفاجئ، فممكن يكون بسبب الإجهاد الحراري. فعشان كده نزلت النهاردة في اليوم العاشر قرص اسبرين ريفو على السقاية دهيت. فطبعا في ناس هيقولوا لنا ده القرص شوية، ده مش عارف بينزلوا على لتر. بنقول يا جماعة احنا يعني كنت قريت بحث وهم بيقولوا ان لتر المية بيحطوا عليه 50 ملي جرام من حمض السلسليك اسيد. فيعني الشيء، وبعدين انا منزله كده ايه يوم فري كده، فمفيش داعي يعني ننزل كتير ولا حاجه. برضو هنا المربي هنا هوت، الحته دي كان حصل فيها بلل، حط تبن نضيف فيها هوت، شال البلل وحط تبن نضيف. بصوا كتكوت هوت نايم في العلف، يعني ايه عايش اللحظة، يعني عشان لما حد يشوف شكل زي دوت ما يتخضش، لا ده هو منتعش كده. طبعا النهاردة طبعا جو شرد جدا وحر جدا، البحر مفتوح اهوت على مصراعيه، وهنبدأ برضو نفتح البحري على اهوت. افتح يا بابا، هنبدأ نفتح اهوت برضو الايه البحري، لان الجو شرد والجو واقف خالص اهو. فطبعا يا جماعة احنا بنتفاعل مع الجو، جو حر جدا، طفينا اللمبة، فتحنا الشباك البحري اهوت على اخره، والقبلي مفيش اصلا هوا داخل يعني، ولكن علشان الكتكوت اللي مات فجأة دهوت بدون اي مقدمات. طبعا يا جماعة اوصيكم بتغيير المية بصفة مستمرة كل 4 6 ساعات، وتكون المية رطبة، ما تكونش مية سخنة جاية من برميل او جاية من مصدر سخن للمية، ما تكون مية رطبة كده، لان يعني تعمل ترطيب لجسم الطير بتاعنا علشان الحر وكده. انتظروني ان شاء الله غدا في اليوم ال11 نتابع اي تغير واي جديد في الكتاكيت بتاعتنا. شكرا لحضراتكم.